تعالوا بقى نقابل المهندس محمد يحيى مدير المبيعات في بروفيشنال للحلول المتكاملة، وهيشرح لحضراتكم أهمية تفضيل المنتج المحلي في المشروعات القومية شرط الجودة. احنا بنقدم أنظمة متكاملة لمنع الصواعق صحيح. أو منع تأثير الصواعق علينا صحيح، وكمان عندنا منتجات كتيرة جدا، ولكن أنا عايز أسألك شوية على موضوع منع الصواعق ده. فضل فضل. الاستشاري الهندسي المصري هل هو فاهم أهمية المجال اللي حضرتك شغال فيه والمنتج اللي بتوفره له؟ السنوات الأخيرة شهدت أن الاستشاريين اللي موجودين عندنا في مصر مع التغيرات الديموغرافية اللي حصلة في عدد الصواعق اللي بتضرب والتأثيرات بتاعتها خلتهم شوية لامسين التأثير بتاعها، فبالتالي الثقافة بتاعتها زادت. ده جنبا إلى جنب في الدور اللي احنا كبي اي اس متبنينه خلال آخر سنتين من نشر ثقافة الإيرثينج واللايتنينج بروتكشن سيستم في كافة قطاعات المشروعات في الدولة المصرية. طيب احنا جنب الصواعق، انت حضرتك قلت لي احنا عندنا أربع خطوط بمنتجات عديدة جدا. صحيح. ايه هي؟ احنا بجانب الصواعق عندنا منتجات الحماية الأرضية. منتجات الحماية الأرضية دي بتتكون من أكثر من 150 منتج مختلف. بس دي اللي بتكمل شغل منع الصواعق. بتكمل شغل منع الصواعق، ولكن هي ايضا موجوده بحد ذاتها منفصله، تستخدم في انظمه الداتا سنترز، انظمه الترانسفورمرز والجنريتورز، انظمه الفاونديشن واللايك كرنت سيستم، فهي بحد ذاتها انظمه قائمه بذاتها غير الانظمه المكمله للصواعق في الداون ستريمز. وعندنا انظمه مختصه بالاوفر هيد ترانسميشن لاينز، خطوط النقل الهوائي والسب ستيشنز، الجهد الفائق والمتوسط والمنخفض، اللي هي الاعمده اللي تبقى موجوده في كل محافظات مصر، خطوط النقل اللي حضرتك مسافر، لو حضرتك رايح سينا، حضرتك رايح توشكا، حضرتك رايح اسكندريه، على مدى الطريق بتلاقي خطوط نقل ابراج عاليه كبيره. انت اللي بتعمل البرج ولا بتعمل ايه بالضبط؟ انا اللي بعمل الاكسسوارات اللي بتحمل الكابلات اللي فوق. يا سلام. ودي موجوده بالمناسبه في مستوردها صح؟ طبعا. دي كانت بتستورد ما بتصنعش في مصر، وكان التصنيع اللي موجود ليها في مصر ما بيغطيش 10% من الانتاج. جدع. لو بنتكلم على قطاع الاستصلاح الزراعي، حضرتك هتلاقينا موجودين في الجنوب في توشكا، احنا اللي عاملين المحطات الرئيسيه والفرعيه مع اكتر من مقاول، مشروع مستقبل مصر. لا ثانيه واحده، اتفضل. توشكا انت اللي وفرت كل احتياجاتها؟ الحمد لله. محطات النقل؟ لا، بتكلم على محطات الرفع من حمايه ارضيه وحمايه صواعق. ممتاز. ده 22 محطه. احنا بنتكلم في عدد معين من المحطات الرئيسيه ومحطات فرعيه تفوق ال 22 محطه. يعني اقدر اقول حاجه كده، ان انت وفرت صناعات مغذيه كان محتاجها جدا قطاع الكهرباء في مصر. طبعا. صح كده؟ لا غنى عنها. عارف انا كنت لسه بتكلم عنكم في برنامج جدعان، وبقول ان اللي زي حضرتك كده لازم يدعم وبقوه، لان احنا محتاجين الصناعات المغذيه. احنا محتاجين الدعم على نطاق من الدوله في قصه الاعتمادات. الاعتمادات لما تطلع من المالك بصفته مالك عكس ما بتطلع من الاستشاري بصفته استشاري. اعتماد الاستشاري في الاول وفي الاخر هو مكمل، اعتماد المالك كتير من الاحيان بيبقى قوي. فلو انا هستغل كراجل مدير مبيعات وبصفتي مدير مبيعات في شركه، هستغل اللقطه ان احنا نطلب طلب معين، انا هطلب ان الادارات المالكه في مصر تبدا تنظر في موضوع اعتماد المنتج المحلي كمنتج اساسي بديل للمنتج الاجنبي. انا ما بلعبش على المشاعر الوطنيه، انا قبل ما اقول انا عندي منتج محلي ودعموني، عندي جوده وعندي شهاده دوليه، انا 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 اعلى جوده. انا بخش المكاتب الاستشاريه التوب 3 كونسلتنتس في مصر وبره مصر والله، وبنيجي نتكلم وبنيجي نقارن الفيتشرز بتاعتنا والمواصفات، انا باكسيد وبفوق كل المواصفات الموجوده في الاي اي سي وفي اليو ال وفي البي اس، الكود الامريكي والكود الانجليزي والكود العالمي.